قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا شهر جمادى الثانية، وبعده يأتي رجب، وندخل في زمان غير الزمان، في بداية الأشهر الحرم وفي معمعة الصيف وفي موسم الامتحانات وفي أجواء نهاية السنة الدراسية، مع ما نحن فيه من حراك سياسي واجتماعي ومع الأحداث المتلاحقة التي يظهر فيها الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، ويظهر نشاط الكافرين وأنهم يصبرون على آلهتهم الباطلة ويتداعون لحرب المسلمين والكيد لهم ويستعملون معهم كافة الأسلحة المحرمة دينا وقانونا وعرفا وخلقا ومروءة، وهذا كله ظاهر كل يوم ولا يزدادون إلا نشاطا، وهذا كله في الحقيقة ينبغي أن يجعل المسلمين وأهل الاستقامة خصوصا طلاب العلم بالأخص في نشاط دائم وفي حركة دائبة وفي جد وسعي وبذل لا يشغلهم أمر عن أمر، ليس لقرب أيام امتحانات الدراسة بالنسبة للطلبة ينشغلون عن طلب العلم الشرعي، وليس لاقتراب موعد آخر السنة الدراسية في العلم الشرعي ينشغلون عن واقع أمتهم، وليس لانشغالهم بواقع أمتهم يتهاونون في حق ربهم سبحانه وتعالى وفي مواصلة السير إلى الله عز وجل. إنما المؤمنون كما قال الشاعر في كل واد بنو سعد لهم صولات وجولات، وهم حريصون دائما على واجب الوقت، وإن تعددت الواجبات وكثيرا ما تتعدى وتزاحمت الأشغال وكثيرا ما تتزاحم، فإن المعول على التوفيق الموفق من وفقه الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائدا سياسيا وقائدا عسكريا وكان قائدا اجتماعيا، وكان المعنية الحكم بين الناس في أقضياتهم وتربيتهم والسعي في النظر في مصالحهم مع ما كان عليه من واجب قيامه بعبودية الله عز وجل، مع دعوته إلى التوحيد ومحاربته للشرك، كل هذا ما كان يشغله شيء منه عن شيء آخر، والله إن بارك في شيء نفع، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد ترى من حولك من يتكاسل ويتراجع ويخبط ويخلط طبيعة هذا الدنيا أو هذه الدنيا وطبيعة هذا الطريق والسالكين فيه،
كما أنهم درجات يوم القيامة في منازلهم من الله سبحانه وتعالى قربا وبعدا، فهم درجات كذلك في سعيهم وفي همتهم وفي بذلهم وفي حرصهم. والإنسان حريص على مصلحة نفسه، فينبغي أن يكون كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وأنت كن هذا الرجل، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وإذا فعلت فإن من معاني هذه الهمة أن تحرص كما تحرص على نصح نفسك، أن تحرص على نصح إخوانك وتثبيتهم وتسديدهم والتعاون معهم على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر. ومن ذلك درء الشبهات التي تعرض عند كثير من السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يستعجل، بعض الناس يستشكل، وبعض الناس يعترض، وبعض الناس وقته ذاهب كله في النقد، وبعض الناس لا تراه ينظر إلا من وراء نظارة سوداء في أحوال المسلمين وفي الدعوة إلى الله وفي الأوضاع العامة والخاصة، لا يسلو منه أحد ولا نفسه، حتى تراه مكتئبا سوداوي النظرة. وهذا من الشيطان، وإنما من سمة المؤمن أنه متفائل. وعنوان التفاؤل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كان ينزل عليه الآيات في المجتمع المكي في الحصار والصراع على أشده، والمسلمون يسامون سوء العذاب، ومع هذا تنزل الآيات داعية إلى التفاؤل: إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، لم يقل لأهل مكة ولا للعرب ولا لهذه الناحية من الدنيا أو القارة من القارات، وإنما قال ذكر للعالمين. وقد كان تفاءل تكن، تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. إذا كان الأمر كذلك فنحن نواصل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه. كنا في كتاب الزكاة طلبنا منكم جدول، وأنكم نسيتم موجود الجدول، واحد كذا يقوم يجمع. واحد من هنا وواحد من هنا، حتى طبعا عليك اسم، علي اسمك يعني، وطابع على الكمبيوتر وحطه في ظرف جيد، وتلاقي واحد يعني أعاننا الله على لقائه، مر بورقة في الطريق فأخذها وجاء بقطعة رصاص مرمية على الأرض فأمسكها وجعل يكتب بأصابع رجليه، ثم يقول: هذا ها قد فعلت المطلوب. ويتضح أن هذا أحسن مما لم يفعل أيضا. درجات، وهكذا الناس درجات. والعاقل من لا يقنع بالدون ولا يرضى بالأدنى
مع استعداده لأن يبذل الأعلى. كلنا يفعل هذا في الدنيا، وينبغي أن نفعله كذلك في الآخرة. إذا استطعت أن في الدنيا يعني تشتغل في وظيفة ب10,000، فهل تتركها إلى أخرى ب2,000؟ مجنون؟ أبدا، ولا واحد يفعل هذا. وإذا لم تستطع إلا ب2,000، هل تتركها ل500؟ أبدا. وإذا حصلت على 500 فهل ترضى ب499؟ لا والله، أنت ممكن تعمل مشكلة عشان تنتقل من بلد إلى بلد لأجل فلس ويعني دراهم معدودة. كذلك نكون إن شاء الله في سعينا. خلاص اللي عنده أشياء بقية انتظر إلى آخر الدرس إن شاء الله. طيب، أين وصلنا؟ انتهينا من زكاة الأنعام كلها؟ ها؟ 141. نعم. إذا انتهى من زكاة الإبل والبقر والغنم، وعرفنا يعني أنصبة الزكاة في كل، ثم يستطرد المصنف أو المصنفون في بقية مسائل زكاة الأنعام في صفة الواجب. يعني الواجب إخراجه في الزكاة ما صفته؟ يعني كونه ذكرا أو أنثى، يعني صحيحا أو يعني غير ذلك، مقصود الأوصاف. وزن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم. وهذا مسلك لا تراه إلا في الإسلام، يعني لا يسعى إلى مصلحة الأغنياء على حساب الفقراء كالنظام الرأسمالي، ولا يسعى إلى مصلحة الفقراء على حساب الأغنياء كالنظام اشتراكي. ليس هناك خصومة، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. نحن في بلادنا تارة ننتصر للفقراء ثم نكتشف العيب، فنعود فننتصر للأغنياء ثم نكتشف المصيبة، ثم نرجع مرة أخرى. لا توسط. لماذا؟ لأننا بعيدون عن منهج الإسلام. في كل شيء ليس هناك خصومة بين الأغنياء والفقراء. ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره ولا من شراره. فيجب على الساعي، مقصود بالساعي الذي يعينه الإمام لجمع الصدقات، يجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقل منها لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء. فإذا كان السن مثلا بنت لبون أنثى، لا يأخذ بنت مخاض لأنها أقل منه ولا تؤدي أداءها ولا يطالب بحقه أو جزعة. فلو أخذ بنت مخاض فهذا فيه إضرار بالفقراء، ولو أخذ مكان بنت لبون حقة أو جزعة هذا فيه كذلك إضرار بأصحاب الزكاة. ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير. لا يأخذ المريضة، من كان فيها عيب فإنه لا يأخذها، والكبيرة أيضا. ويأتيك إن شاء الله في السنة القادمة أسماء الأمراض وأنواعها وكلام أهل العلم فيها تبع النصوص. وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، يعني التي أعدت للأكل، وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربة، والربة التي تربي ولدها،
ولا الماخض وهي الحامل، لأن في بطنها حملا، ولا الفحل المعد للضراب، لأن هذا يكون قليلا في الجملة ويستعمل في يعني الضراب، يعني ينزو الذكر على الإناث، ولا حرازات المال وهي خيارها التي تحرزها العين، لأنها من كرائم الأموال، يعني ما يعجبه الشيء فيأخذه، وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: قل لقومك إنا ندع لكم الرب والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجزع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. فالمقصود أن الواجب صفته أن يكون وسطا، لا يأخذ يعني الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذي إلا أن تغمضوا فيه، ولا يأخذ كرائم الأموال وخيارها، وإنما يتوسط. وهذا باتباع الأسنان والأوصاف المذكورة في الإبل وفي البقر. وأما الغنم فهو قريب في الجملة، ومع هذا يأخذ كذلك الوسط، لا يأخذ من الصغار وإنما يأخذ من الوسط. مسألة في الخلطة في بهيمة الأنعام، ومن المهمات أن تسمع كيف نقرأ حتى تضبط قراءتك، إذا قرأت مستقبلا وحدك عرفت، فإذا قلنا زكاة الخلطة عرفت كيف تقرأها، لأنك سيأتيك بعد هذا الخلطة، فينبغي أن تفرق بين الخلطة وبين الخلطة، وأنت عارف الخلطة طبعا، وبالتالي يعني تنمي ملكاتك اللغوية وتحسن يعني الكلام. الخلطة المعاشرة، وأما الخلطة فهي يعني اختلاط الأشياء، وهي على نوعين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء، يعني اثنين أو ثلاثة أو جماعة ورثوا عن مورثهم 100 ناقة أو بقرة أو يعني شاة أو نحو ذلك، هذا المقصود بخلطة الأعيان. فهذه 100 لهم معا، أو اشتروا هذه الأنعام معا وهما شركاء، فهذه خلطة الأعيان، بدليل أنه لو مات منها 3 أو 4 أو 5 تحمل على من؟ على الجميع. هذا المقصود بخلطة الأعيان. ثانيا خلطة أوصاف، أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، ويجمع بينهما أو يجمع بينهما الجوار فقط، يعني أنا عندي 20 غنمة وأنت عندك 20 غنمة، أنا أعرف غنماتي بيض وأنت تعرف غنماتك حمر، ومع هذا اتفقنا أن نجعلها مختلطة في المرعى والمحلب والمسرح كما سيأتي، هذه تسمى خلطة أوصاف. فلو ماتت واحدة من الحمر نحسبها على مين؟ عليك، مش تحسبهاش عليا، نعم انا غنمات بيض، نعم نخصمها منك. لو ماتوا اثنين من الحمر 5 ما داموا من الحمر هذا مالك، مالك متميز عن مالي، ومع هذا بينهما خلطة في الاشتراك في يعني جملة من الأشياء ستأتي. إذا عرفنا الفرق بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف، وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة،
يعني خلطة الأعيان تصير المالين مالا واحدا، وخلطة الأوصاف أيضا تصير المالين مالا واحدا. لاحظ هذا خاص فقط في الأنعام وليس هذا في أي نوع آخر من أنواع الزكاة. يصبح المال واحدا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر. وأن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، والمحلب يعني مكان الحلب، والمرعى مكان الرعي، والفحل يعني الذكر الذي ينزو على الإناث، فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لهما جميعا. يبقى سواء في خلطة الأعيان وفي خلطة الأوصاف، خلطة الأعيان أمر واحد كله مشترك، خلطة الأوصاف أيضا مع أن المال متميز لكنهما يسرحان مسرحا واحدا ويرعيان في مكان واحد ويبيتان في نفس المكان ويتم حلبهما في مكان واحد وينزو على الكل يعني ذكر واحد، فهذا مما يعطي معنى الخلطة. فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة للحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بالمجتمع. يعني إذا كانوا شيء واحد يعاملان معاملة المال الواحد، فإذا جاء المصدق اللي هو جامع الزكاة اللي هو الساعي نظهر له الحال على ما هو عليه، نقول والله بيننا خلطة أعيان لأننا يعني ورثنا هذه الأنعام، أو نقول بيننا يعني خلطة أوصاف لأني جعلت هذه يعني 40 شاة مع 40 أخرى لفلان مع 40 أخرى لفلان وهكذا. معنى قولي لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ألا تأتي بما ليس مختلطا فتجعله يختلط خشية الصدقة، لأنك أنت خلاص حفظت جدول الزكاة فعرفت كيف يكون الخارج من الزكاة، فقلت بدل ما يكون لي 40 وحدة وفي 40 غنمة فيهم مال إيه الكلام ده كله، 40 غنمة فيهم شاة والتاني عنده 40 غنمة ويطلع فيهم شاة والتالت عنده 40 غنمة ويطلع فيهم شاة وإحنا لوحدنا كل واحد لوحده، ما رأيكم لما يأتي يا جماعة المصدق اللي هو الساعي نجمع 40 على 40ك على 40ه ونقول له هم 120 لأن إحنا عارفين إن من 40 لحد 120 فيهم شاة، ونبقى إحنا عملنا إيه؟ وفرنا شاتين. هذا معنى يجمع بين متفرق خشية الصدق، لا انت عندك 40 و40 فيهم شاه، المصدق ياخذ منك شاه على 40ك ومنه شاه على 40ه ومن الثالث شاه فيخرج بثلاث، فلو جمعنا خشية الصدق حتى نعطي واحدا يبقى هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه الاصل متفرق فلا يصح ان نجمع، ولا العكس ولا نفرق بين يعني المجتمع يكون مجتمعا ونحن نفرق بينه أيضا خشية الصدق. ممكن يحصل العكس، يجي المصدق نفسه يقول لك هم 120 وانتوا شركة، لا أنا هخلي كل واحد يأخذ ماله عشان أخذ الزكاة منه فيأخذ أكثر. هذا في زكاة الأنعام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية يعني إحنا اشتركنا معا في خلطة أعيان أو أوصاف وكان نصيبي 20 وكان نصيبك 20 فلا نفرق بينهما حتى لا أدفع أنا ولا تدفع أنت، وإنما هم معا 40 وفيها شاة، وبالتالي يكون علي نصف شاة وعليك نصف شاة. لو كان معنا واحد ثالث صاروا 60، فالستين فيها أيضا
شاء، يبقى عليك الثلث وعليه الثلث وعلي الثلث وهكذا. لا مش شرط، مش شرط يكونوا قد بعض، واحد عنده 80 واحد عنده 40 وال 120 فيهم شاء، يبقى عليك الثلثين وانا علي الثلث، او خلي لك انت الثلث صاحب ال 40 وخلينا ال 80 ولو كلام حتى. نعم. طيب، فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. ما معنى في بهيمة الأنعام خاصة؟ يعني لا تفعل هذا إلا في زكاة الأنعام، غير هذا لا يصح. يعني عندنا عروض تجارة، اشتركنا أنا وأنت فتحنا دكان، ويعني في البداية وحال الحول على الدكان، والحقيقة أن الدكان عبارة عن 6000 كله على بعضه، أنا لي 3000 وأنت لي 3000، خليهم 8000، أنا لي 4 وأنت ليك 4، حسبنا النصاب فوجدنا أن 8000 أول النصاب، فهل تجب الزكاة؟ لأنه مشروع واحد؟ لا، لأن هذه 8 أنا لي فيها نصفها لا يبلغ النصاب، وأنت لك فيها نصفها لا يبلغ النصاب، فلا زكاة لا علي ولا علي. كذلك في زكاة الزروع حسبنا، فأنا أطلع لي يعني 300 كيلو و50 قمح، وانت تطلع لك واحنا شركاء 305 معا تصل الى النصاب، لكن ليس هناك جمع في الله، فانا 350 ما يبلغون النصاب وانت ما يبلغون النصاب وهكذا. فقط يعني الخلطة تؤثر في زكاة الانعام فقط. ثم ذكر لك مثالين، مثال الجمع بين المتفرق، اشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك 40 من الغنم فجميعها 120، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب عليهم 3 شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون إلا شاة واحد، فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياه بل واحد، يعني الصحيح ألا يجمعوا، قال لي كل واحد ما دمت أنت مستقل بأربعينك ففيها شاه ودعك من جارك. ومثال التفريق بين المجتمع العكس، شخص عنده 40 شاه فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل 20 في مكان و20 في مكان، فلا يؤخذ عليها الزكاة لعدم بلوغها النصاب، فيأتي هنا كم أغنامك؟ كل 20، كل ما فيها زكاة، ويذهب هناك وهذه أيضا 20 ليس فيها، فهو قصد التفرقة يعني المنع من الزكاة. ومعلوم أن هذا في الحقيقة مع أنه قلة دين قلة عقل أيضا، لأن الإنسان يعني يعلم أن الزكاة سبب للبركة في الأموال، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، ولهذا المزكي يشرع، المصدق يشرع أن يدعو، صل عليهم أدعو لهم، يدعو لأصحاب الزكاة بالبركة. والتاريخ يذكر حالات كثيرة منذ الزمان الأول في أن الإنسان إذا كان كريما في إعطاء الزكاة فهذا فيه بركة. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة أن رجلا ما كان عنده إلا ما زكاته بنت لبون بنت مخاض. إيه بقى اللي زكاته بنت مخاض؟ يعني يكون وصل لكام؟ ممكن 25 إلى إذا عدد بسيط، وبالتالي خرجت عنده بنت مخاض، فما أعجبه قال أنا أعطيكم بنت مخاض ما تسمن، يعني وفكر في الفقير قال هذه ما لا لا لا، فأعطى أفضل منها. انظر كيف يفكر، قال أنا أقرض ربي بنت مخاض سنتين أو سنة ودخلة في الثانية، فأعطى حقة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فعاش الرجل إلى زمان معاوية وكانت زكاته 30 حقة، يعني جمع 1500 رأس من انظر إلى البركة، والإنسان يكون قاصد يعني حسن المعاملة مع الله عز وجل. نعم. الخامس في زكاة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر. لماذا أخروا زكاة الفطر عن بقية الزكوات؟ وهذا في كل الكتب تقريبا، لأن الزكوات الماضية تتعلق بالمال بعين المال، زكاة الأنعام بالأنعام، الزروع بالزروع، زكاة المال الأثمان
بالمال إلا زكاة الفطر فإنها تتعلق بذمة المزكي، ما لها علاقة بالمال نفسه، ولهذا هي باب مستقل فأخرت لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن. وفي حكمها قال: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نسينا أن نأتي لكم بالصاع، والصاع مكيال، مكيال يكال فيه ويملأ، وهذا يعرف بالصاع. كان الكيل مستعملا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما الوزن كذلك. الآن صرنا نستعمل الوزن واشتهر في الدنيا وقلت يعني المكاييل، وإن كانت المكاييل الشرعية محفوظة ومعروفة ومقدرة بالحبة، ولهذا يعني الصاع لم يغب عن يعني المسلمين، ما زال علماؤهم يتوارثونه صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العمل الآن بالوزن، نحن نأتي بالصاع في كل سنة ونملأه من الحبوب المعروفة ثم نزنه حتى نيسر على الناس، فنقول هذه السنة مثلا الصاع قيمته 2.5 كيلو أرز أو 3 كيلو لرب مثلا، يتغير من سنة لسنة حسب كثافة الحبوب، لأن الزراعة نفسها تختلف. نعم، لكن هو طبعا لا يتغير كل سنة تغيرا فاحشا، وفي نفس يعني قال صاعا من تمر أو من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والمقصود أن يكون صاعا من طعام، يعني من قوت البلدة، يعني من أرز، من تمر، من يعني قمح، من شعير، من قوت البلدة. وأحيانا الأشياء كانت أقواتا في زمان وليست أقواتا في زمان آخر، كالأقط كان قوتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما يزال يستعمل في بعض البلاد اللي هو اللبن الجميد، لكن في بعض البلاد لو رآه ما يدري ماذا يفعلون به هذا، وبالتالي هذا لا يستعمل. المقصود صاعا من طعام، أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، يعني من قوت البلد. وإذا كان هناك أكثر من قوت فهو بالخيار، وأحسنها ما كان يعني أثمن وأغلى. لو أنك أخرجت الآن صاعا من زبيب فالفقير سيفرح بهذا جدا، لأن غيرك قد يعطيه صاعا من أرز وهو قد يعيش ولا ينظر في هذا الذي غلى ثمنه، فإذا أعطيته منه فإنه يعني يكون جيدا. شروطها وعلى من تجب، تجب على كل مسلم كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد، لحديث ابن عمر الماضي. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، يستحب ولا يجب. يعني هل تخرج زكاة عن الجنين؟ يعني امرأة حامل والرجل ما عنده إلا هذه المرأة ولدان، يبقى هو والمرأة ولدين مثلا صاروا 4 فيخرج عن 4، طب وهذا الحمل لو أخرج عنه يستحب، كان عثمان رضي الله عنه يخرج عنه، لكن لا يجب إلا أن يولد. فقد كان قال: وهو ما صار له 4 أشهر، لأنه بأربعة أشهر ينفخ فيه الروح، وإلا قبل هذا فهو يعني لم ينفخ فيه الروح بعد. ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده. إذن يخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده ووالديه إن كان معه وينفق عليهما، وكذا العبد، لأن العبد مال والعبد لا يملك،
فإن صدقة الفطر تجب على سيده. الحديث ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة، يعني من كان عنده عبد لا يخرج عليه زكاة. لماذا؟ لأن الإنسان يأتي بالعبد للخدمة الاستعمال، فهذا ليس فيه صدقة إلا إذا كان يتاجر في العبيد، يبقى هذه زكاة عروض التجارة، لكن في عبده الذي يقوم بخدمته ليس فيه صدقة إلا صدقة الفطر، يعني يخرج عنه لأنه نفس. ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. لا تجب يعني زكاة الفطر إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية. ولهذا الإنسان ينظر ليلة العيد هل بقي معه شيء، قد لا يبقى معه أي أموال، لكن في بيته ما يفضل عن قوته، يعني في بيته خزين فيه أرز مثلا كثير يكفي هذا اليوم لنفسه ولمن تلزمه نفقته من أولاده، ويفيض إن فاض أخرج مما يزيد عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضروري. هب أنه الولد ذاهب إلى الجامعة وبحاجة إلى يعني مصاريف، وليس عنده أموال لكن عنده أرز يبيع منه، فإذا كان يستغرق يعني ثمن نفقة الأولاد فهذا يعني ليس عليه زكاة، وإن كان يبقى فإن المعول على ما تقدم، إن الفاضل عن قوت يومه. وبالتالي أكثر الفقراء مع كونهم سيأخذون من صدقات الفطر فإنهم أيضا يلزمهم أن يدفعوا زكاة الفطر، وحتى لو كان فقيرا معدما ليس عنده ما يأكل فإنه قبل العيد عادة بيوم أو يومين كما رخص العلماء تنهال عليه الصدقة، هذا يأتي بعشرة كيلوات وهذا يأتي بعشرين، إذا صار الذي عنده فوق قوته وقوت يومه، فيجب عليه هو أيضا وأن كان يتلقى الزكاة أن ينظر في عدد أسرته ومن يعول يخرج عنهم الزكاة، لأن ما عنده فاضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: الإسلام فلا تجب على الكافر، وهكذا يعني كما تقدم وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. ثالثا في حكم وجوبها، من الحكم أو في حكمة وجوبها، من الحكم في وجوب الزكاة زكاة الفطر، وذكر بعض الحكم التي وردت في النصوص: تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، فزكاة الفطر جزء من معنى رمضان، فالإنسان لابد أن يقع منه شيء، اللهم بلغنا رمضان، الإنسان لابد أن يقع منه شيء من اللغو والرفث ونحو ذلك، فهذا كالنافلة بالنسبة للفريضة، مع أن زكاة الفطر فريضة أيضا، لكن أنا أقول في النسبة للصلاة كما أن النوافل تجبر نقص يعني الفرائض، ففي الصوم أيضا جعل زكاة الفطر في آخر الشهر وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجبر أيضا بعض النقص الواقع في الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث. ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، لأن الفقير ومن عادته أن يسأل الناس يتحرج أن يخرج، وإن كان ولا يتحرج، لكن الأصل لا ينبغي أن يتحرج من هذا أن يترك أولاده أن يخرج يتكفف ويسأل الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغنائهم في هذا اليوم وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح لجميع الفئات، وهكذا نص الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين. ثالثا فيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. هذه بعض الحكم في وجوب زكاة الفطر وتشريعها. رابعا مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر اللي هو القمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأقط يعني معروف إلى اليوم في بلاد الشام وفي بلاد الخليج، أو أرز أو ذرة أو غير ذلك لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، ما تعطي، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة لا بأس، يعني جماعة زكاة فطرهم خمسة أفراد جمعوا أو أخرج رب الأسرة عن الخمسة 15 كيلو من الأرز أعطها لفقير واحد، هذا جائز. وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، الثاني أخذ هذه الكيلوات وفرقها على أسرتين أو ثلاث أسر، فأعطى هذه يعني خمسا وهذه خمسا وهذه خمسا، كل هذا جائز. ولا يجزو إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، ما فرضها يعني أموالا، ومن حكمة ذلك لإغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم والفقير أن يأكل، ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف، ويأتيك إن شاء الله تفصيل المسألة في السنة القادمة. لكن بعض الناس يقول الفقير أحظ إليه المال، لماذا لا نعطيه مالا؟ قبل أن ننظر في الأحظ إلى الفقير ننظر في الأحظ للمكلف، لأن هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، إذن نفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفقير إن شاء أن يبيعها فله ذلك، وإن شاء أن يستعملها استعملها. ولهذا الصحيح ما ذكروا من أنه لا تجزئ القيمة. لكن لو رأينا من يخرجها قيمة هل ننكر عليه؟ هذا الذي قد يخطئ في بعض إخوان، يعني واحد قال والله المفتي قال زكاة الفطر السنة هذه السنة بيقولوا كام؟ قالوا 10 جنيهات، فنذهب للناس ونقول غلط لا تفعلوا، ونخطب فيهم ونحدث يعني يا رجل ناس عامة وسمعوا كلام المفتي، والمفتي عندهم يعني الجهة المسؤولة، إذن اتركوا وفتواهم. نسمي هذا خلافا سائغا، الأمر واسع. صحيح أن الراجح وقول جماهير أهل العلم وعمل عامة الصحابة ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لما يكون يعني أنت تميز بين الأدلة وتختار لنفسك، أو أن رجلا سألك عن حكم المسألة وأدلتها، أما العامة فهم يعني على ما يقول علماؤهم، ومن ثم فلا داعي لي يعني النزاع في مثل هذه المسائل التي الأمر فيها واسع. لكن في مساجدنا ومع يعني إخواننا ومن يستمعون إلينا نخبرهم بما ندين به، لكن لا نذهب إلى بعض من يعني لا يعرفك ولا يقبل منك فتشوش عليه، خاصة أن العام مقلد، فهو يقلد من يأتمنه في علمه ودينه. فمن ائتمن يعني جهة ما أيا كانت وهو رجل عامي فلا حرج عليه. أخيرا في وقت وجوبها وإخراجها،
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. وكيف تعرف غروب الشمس من ليلة العيد؟ إذا كنا يوم 30 فهذا ظاهر، لأن يوم 30 من شعبان من رمضان هو آخر يوم في رمضان. وإذا كنا يوم 29 فنحن ما ندري إن كانت وجبت ولا لا، لأنه قد يكون غدا رمضان. ثم إذا أعلنوا أن غدا العيد وأن الشهر لم يكتمل، عرفنا أن زكاة الفطر قد يعني وجبت، فنبادر في بإخراجها أو نبادر إلى إخراجها قبل صلاة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا وقت الفضيلة والأداء، تنتظر لبعد الفجر، وبين الفجر والعيد ساعة، هذا إذا أمكنك. لكن عمليا كل الناس يخرجون في هذه الساعة، هذا مستحيل. ولهذا يعني يلجأ عامة الناس احتياطا إلى التبكير عن هذا. ولهذا قال وقت الجواز وهو أوسع، قال فهو قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة. وبالتالي ما يخرجها من أول الشهر، في بعض الناس يخرجها من أول الشهر، هذا لا يجزئ، ولا من نصف الشهر، وإنما يؤخرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين. إن المقصود أغنوهم في هذا اليوم، بتعطي له زكاة الفطر أول الشهر تكون اتهضمت 20 مرة على يعني موعد الزكاة، ولكن قبلها بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير. لو واحد تهاون وتكاسل تأخر في إخراج زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد يأثم، ويكون لم يخرج الزكاة في الحقيقة، ويلزمه أن يقضيها، ويكون خرجت صدقة من الصدقات وليس يعني زكاة الفطر المطلوب. للحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن هو يأثم بتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد إذا قصر أو تعمد. أما إذا لم يتعمد ولم يقصر، كان يكون أعطاها لرجل نائب عنه وقال يا فلان خذ هذا وأخرجه عني زكاة الفطر، قال نعم أفعل، فأخذ فلان هذا الأشياء ونسيها عنده في بيته، ثم فوجئ بها وهو خارج صلاة العيد، فأخذها وذهب إلى صاحبها وقال والله خذ أنا ما أخرجته. وعن هذا المسكين ماذا يقول له؟ هو مضطر أن يأخذها ويذهب بنفسه يحاول أن يخرجها، وقد يذهب ولا يجد أحدا إلى أن تقام الصلاة ويضيق الوقت، هذا معذور، لأن المقصر يعني صاحبه الذي تعهد بها. ثم هذا يعني لا يأثم إن شاء الله. وهذا باب في أهل الزكاة، الزكوات عموما الماضية لمن تعطى؟ تعطى لأهلها المستحقين لها، وهم المذكورون في آية التوبة. من أهل الزكاة ودليل ذلك؟ أهل الزكاة هم المستحقون له، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله في قوله إنما الصدقات، يعني ليست الصدقات تؤدى إلا لهذه الأصناف. عد الثمانية: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم يذكر هذه الثمانية، ولاحظ أن هذه مصارف الزكاة تسمى، يعني الزكوات تخرج لهؤلاء الثمانية أو يعني لبعضهم، لا يلزم استيعابه. لكن وأنت قريب العهد بزكاة الفطر، زكاة الفطر خصوصا لا تخرج إلا للصنفين الأولين، الفقراء والمساكين، ولا تخرج
لبقية الأصناف. وأما بقية الزكوات فإنها يعني تشمل كل هذه الأقسام. أولا الفقراء جمع فقير، من ليس لديه ما يسد حاجته، حاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، بأن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. هذا الفقير، الفقير أفقر من المسكين. الفقير ما عنده شيء والمسكين عنده لكن لا يكفيه، فأيهما أشد فقرا؟ الفقير، ولهذا قدمه على المسكين. المساكين من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. المسكين رجل موظف يأخذ 2000، وعنده أولاد في الثانوية العامة وعنده أولاد في الجامعة، وهذا يأخذ دروسا وهذا يأخذ كذا، فهو يحتاج إلى 4000 وهو راتبه 2000، لكن مصاريفه أكثر من هذا، المصاريف المعتدلة وليس المصاريف التي يعني يبالغ فيها الناس. إذن هذا مسكين. واحد ثاني يقبض 600 جنيه وتكفيه، فهذا ليس فقيرا ولا مسكين لأن دخله يكفي. فالعبرة ليست بقدر الدخل وإنما يعني النفقات التي تجب على الإنسان. ولهذا الجماعة المسجونين هؤلاء مساكين كله، كان الواحد عنده 30 مليار 40 مليار وكان ينظر إلى صاحبه فيجد أنه هو يعني فكان بحاجة إلى 40 مليار أخرى، حتى يعني أخذتهم المليارات كلها وأصبحوا الآن يعني مساكين فعلا حقيقة. صلى الله السلام والعافية. لا والله أصبحوا فقراء ما هم مساكين، أنت المسكين. أصبحوا فقراء تماما. صلى الله السلام والعافية. إذن إذا جاءك في الامتحان الفرق بين الفقير والمسكين، تقول الفقير الذي ليس عنده ما يعني يسد حاجته، والمسكين الذي عنده لكن لا يكفيه. المسكين عنده لكن لا يكفيه، وأما الفقير فليس عنده. العاملون عليها جمع عامل، من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه، مدة ذهابه يعني إلى المكان الذي أرسله إليه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها يعني جمعها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها. فالعاملون على الزكاة جزء من المستحقين للزكاة. لكن من هؤلاء العاملون؟ العاملون الذين يعينهم الأمير، الجهاز الذي يعاون الأمير في جمع الزكوات. إياك أن تتصور أنك منهم لمجرد أنك تأخذ بعض الزكوات. الآن هذا الباب غير موجود العاملين عليه، لأن هؤلاء يعينهم الإمام وهو الذي يفرغهم لهذه الوظائف وهو الذي يعطيه. أما في زماننا فليس هناك إمام وليس هناك يعني عاملون عليها، وكل من يجمع الزكوات من المتطوعين هذا تطوع. أما أن تجمع الزكوات من الناس وتقول والله أنا من العاملين عليها فهذا خيانة للأمان، وليس لك يعني أن تفعل هذا. إما أن تكون محتسبا متطوعا، ولهذا ينصح أن لا يشتغل في هذا إلا الأغنياء. وأما المساكين هذه يعني لا ينبغي أن حتى تبقى ذمتهم يعني ويعني هيئتهم في الناس غير قابلة للقدح. إذن العاملون الذين يعينهم الإمام لجمع الصدقات وتوزيعها وحفظها ونحو ذلك. المؤلفة قلوبهم، قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان متهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم.
والصحيح أن هذا باقي بند المؤلفة قلوبهم كما سيأتيك التفصيل في السنة القادمة خلافا يعني الإمام مالك. الراجح أن هذا باقي وأن ضابط المؤلفة قلوبهم يضبطه الإمام، سواء يعطي قوما كفارا يتألفهم على الإسلام أو قوما مسلمين ضعاف القلوب يتألفهم على زيادة إيمانهم أو قوما يعني يتألف بهم غيرهم كرؤساء القبائل ونحو ذلك بحيث يعني يقبل الناس، وهذا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه الأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وعيينة بن حص 100 من الإبل حتى حسن إسلامهم، وكانوا يعني كان منهم الكافر وكان منهم ضعيف الإيمان، فهذا يجتهد فيه الحاكم على حسب نظره. الخامس الرقاب جمع رقبة، والمراد العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا فيعطى ما يسدد به نجوم كتابته الأقساط. يعني العبد يشتري نفسه من سيدة يقول أريد أن أتحرر وأنا ثمني مثلا 10,000، دعني أشتغل وأعطيك كل سنة 1,000، قال له اذهب إذا عاد يشتغل أو بدل 18 سأعطيك 15,000 على 15 يعني شهرا أو 15 سنة أو نحو ذلك. المهم بينه اشترى نفسه بأقساط، فهذا يعان من مال الزكاة، لأن الإسلام متشوف إلى الحرية متطلع إلى أن يصبح الرقيق أحرارا، وهذا نوع من علاج يعني قضية الرق وليس يعني إلغاؤها تماما. ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع ويتمكن من عبادة الله على الوجه الأكمل. وكذا الأسير، ثالث شيء في الرقاب الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة، لأن الأسير المسلم محبوس بيد الأعداء فنعطيهم من زكاتنا لنفك العاني الأسير. سادسا الغارمون جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره. تحمل دينا لنفسه كأن يطعم أهله أو يزوج بناته أو يعني نحو ذلك، لكن في غير معصية الله أو لغيره كإصلاح ذات البين. يعني جماعة مختلفون وبينهم يعني حروب ونحو ذلك، فيصلح بينهم على أن يعطي هؤلاء 100,000 فيكف عن هؤلاء، وإلا كانوا سيقتلون منهم، ويتحمل هو 100,000 لأن الأوائل لا يرضون أن يدفعوها، فيقول أترضون أن تأخذوا 100,000 وتحسن بينكم الخلافات ويعني تحقن الدماء؟ هذا من أعظم الأعمال. ثم هو لا يستطيع أن يدفع كل هذه الأموال، فيعينه الناس من أموالهم ولو كان غنيا، لأن هذا تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دين. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. إذن الغارم سواء كان لنفسه المدين أو كان لغيره كالذي يعني يصلح بين الناس، لكن لابد أن يكون هذا بالضوابط الشرعية، ما في أي واحد يدخل ويصلح على أي وجه ويتخذ هذا ذريعة لأخذ أموال الناس. سابعا في سبيل الله، وفي سبيل الله والمراد الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، يعني الجنود والضباط في الجيش الذين لهم رواتب تكفيهم، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. لكن إذا كان هناك جهاد وتطوع كثير من الناس وبيت المال ليس يعطيهم من ذلك، فإن هؤلاء المتطوعين من أهل الغزو يعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء. وهل بند في سبيل الله قاصر على الجهاد أم أنه يتسع؟ يعني هل يدخل فيه المساجد؟ مساجد في سبيل الله؟ لا، لا تدخل المساجد في الزكاة، وإنما عمارة المساجد تكون من الصدقات.
وفي سبيل الله قاصر على الجهاد، لكن الجهاد قد يتسع بدل أن يكون فقط جهاد السيف، قد يتسع فيكون جهاد الدعوة في البلاد التي لم ينتشر فيها الإسلام وليس في بلاد المسلمين. يعني لو أن بلادا من بلاد الكفر يسعى الناس فيها لإنشاء مركز إسلامي ولا يجدون يعني المبالغ التي يدفعونها في إقامة هذا المركز الذي يجتمع فيه المسلمون للصلاة وقضاء يعني مصالحهم والنظر في يعني حاجاتهم ونحو ذلك، إن لم يتبرع بهذا أحد فلا بأس أن يوضع يعني في هذا أو مال الزكاة في هذا، لأن هذا في الحقيقة باب من أبواب الجهاد الذي يعني هو جهاد يعني الدعوة. أما في بلاد المسلمين فالمساجد كثيرة فلا ندفع أموال الزكاة في يعني المساجد والحالة هذه. أخيرا ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال، المسافر الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه، رجل انقطع به السبيل ولو كان غنيا لأنه غني في بلاده وهو هنا ليس معه مال والمال في بلاده، فالأصل أنه يطلب من الناس قرضا، يا جماعة أعطوني حتى نرجع إلى بلادي وأنا أعطيه، أنا الحمد لله غني. إذا لم يجد من يقرضه فإنه يعني يعطى من مال الزكاة لأنه ابن سبيل، وسمي ابن سبيل يعني ابن طريق لانقطاعه. لكن طبعا الناس يستخدمون هذا الآن على وجه يعني فيه نوع من الحيلة وهذا كثير، فمن رأيته هكذا لا تبادر وتجعله ابن سبيل إلا إذا كنت إذا كان لك نية في هذا، لكن إذا غلب على ظنك أنه كاذب وأنه يعني محتال أمثال هؤلاء ينبغي أن يعني ألا يعاملوا بما يريدون حتى لا يعني يفتنوا المسلمين وحتى لا يعني يخدعوا المسلمين ويجمعون الأموال. كثيرا ما يلقاك الرجل يقول لك والله ابن سبيل قطعت بي الطريق وأنا فقط يعني من أسوان، كان بعيد عشان تقول من أسوان أنت مش نص جنيه يعني، ممكن في مطار هناك وكمان تعطي له فلوس الطيار، تقول ولا يهمك أنا أجي معك إلى أسوان أنا رايح هناك، قال لا طب روح أنت. وفي الحقيقة كذاب يجمع المال، أو تقول أنا أدفع لك التذكرة، ماذا يفعل بهذه فلا بد أن تكون يعني ذكيا تفطن لمثل هذا. هذه مصارف الزكاة الثمانية. ثانيا في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة، الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم، أولهم الأغنياء والأقوياء المكتسبون، الحديث لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني، الغني لا يأخذ من الزكاة ولا لقوي مكتسب، لأن القوي يستطيع أن يذهب فيعمل لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء. يعني يستثنى من الأغنياء صنفان، الصنف الأول العامل عليها، وقلنا أن هذا غير موجود الآن لأن هذا الحاكم هو الذي يعني يقيم جهة وهيئة ومؤسسة يقيمها الحاكم من العمال الذين يعني يجبون ويجمعون الزكوات ويحفظونها ويقومون عليها ويسلمونها إلى يعني مصاريفها، هذا متفرغ لهذا العمل وإن كان غنيا فإن له حظا. والثاني الغارم الذي يتحمل الحملات للمصلحة العامة، يصلح بين الناس ويعان من أموال الزكاة وإن كانوا أغنياء. وما سوى هؤلاء من الأغنياء فالأصل أنهم لا يعطون من الزكاة. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. فإعطاء طلاب العلم من الزكاة من حيث الفتوى جائز،
ومن حيث النصيحة لطالب العلم لا ننصحه أن يتفرغ للعلم في مثل زماننا هذا، وأن يأخذ من أعطيات الناس، لأن هذا الزمان أولا الزمن فيه مختلفة والأدعياء كثيرون، ثانيا حتى الذين يعطون الزكاة قد يعني لا يكونون على نفس يعني المستوى من التأهيل، قد يعطيك اليوم ثم يعني يتكلم عليك غدا، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متعففا عن أموال الناس، وأن يحرص أولا على أن يتكسب ثم يطلب العلم دون أن يكون يعني مدعاة لكلام المتكلمين. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وهو يحث طلاب العلم، وأخذنا هذا في أول السنة، ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وإيه؟ وبلغة. هي هذه البلغة، نعم البلغة ما يتبلغ به العيش. ولهذا كان السلف يذهب فيتكسب، فإذا صار في يده مال توقف عن العمل وأنفقه في طلب العلم، فإذا انتهى عاود المال، يفتح دكانه فإذا جاءه قوت يوم بعد نصف ساعة أغلقه وذهب يطلب العلم على التوكل، وفي اليوم الثاني يفتح الدكان، أول ربع ساعة جاءه زبون يكف اليوم أغلق. هذا خير له من أن يقال يا فلان الفتوى شديدة شوي، لاحظ أن إحنا وبعدين ماذا تفعل يا فلان، خفف الصلاة، تصلي بينا أمام الله يهديك، وبعدين ما أنت عارف. مع الأسف هذا الزمان فيه كذا، ولهذا لا ننصح أبدا إخواننا طلاب العلم بمثل ذلك. ومن ناحية أخرى، فأين طلاب العلم؟ بعض الناس يقول أنا طالب علم، وفي الحقيقة لا يساوي أن يكون يعني طالب يعني شيء. أيضا في زماننا قصور، كما في الناس قصور أيضا في طلاب العلم، كثير ممن يتصدى لهذا لا يصح أن يكون طالب علم، إنما طلاب العلم لهم مواصفات خاصة من يعني مواصفات كثيرة ذكرناها في الحلية، فهؤلاء أيضا يعني لا ينبغي أن يتجرأ الإنسان في هذا الباب وهو لا يدري إن كان أهلا لهذا أو لا. إن كان لابد فاعلا، لكن لا يأخذ من أموال الناس. هذا من حيث النصيحة. فإذا قامت بعض الجهات بالنظر في هذه الأمور فهذا أخف، وإذا قام بعض العلماء والمربين وهو الذي قال لبعض الطلاب أنت يعني لا تنشغل بالكسب ونحن نكفيك، هذا لا بأس به، لأنه جاء من جهة يعني منضبطة أمينة. أما أن يترك نفسه لأعطيات الناس فهذا الذي يعني لا نرضى. ثانيا الأصول والفروع، والزوجة الذين تجب عليهم أو عليه نفقتهم، يعني أصوله يعني أبوه وأمه، وإن علا أب والجد والأم والجد، والفروع أبناؤه وإن نزل، والزوجة لأن هؤلاء تجب نفقته عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقته. يعني ما تعطي الزكاة لأبنائك؟ بعض الناس يعني يبلغ به بخله يقول والله أنا عندي أموال زكاة، لا يريد إخراج الزكاة، فهو الوالد بحاجة فينقص هذا من زكاته. لا شك أن هذا من سوء المعامل، الوالد بحاجة تدفع له، نفقته واجبة عليه، كالأباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد أولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه، وبالتالي يكون في الحقيقة يعني كأنه أعطى نفسه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه وكأنه دفعها إلى نفسه، وهذا نوع من يعني سوء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والضمير عائد على المسلمين أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم،
ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار، اللهم إلا الكفار الذين نريد أن نتألفهم على الإسلام. ولهذا قال الكفار غير المؤلفين، لكن كافر ولا تتألف على الإسلام فلماذا تعطيه من أموال الزكاة؟ المسلمون أولى بهذا. رابعا، آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم، للحديث إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني الإنسان يتطهر ويطهر ماله لإخراج الزكاة، ومن هنا استعار لها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، ناس يتطهرون بإخراج هذه الزكاة، فكأن هذه الزكاة تطهرهم وتنظفهم، فكأنها أوساخ يخرجونها. ولهذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ من الزكاة ولا آل محمد. غير آل محمد لهم أن يأخذوا من الزكاة، لكن العفيف من المسلمين وهو ينظر إلى هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتبره، يقول أنا أيضا وأن كان لا يجب أو لا يحرم، لكني أجتهد ألا أخذ من أوساخ الناس، مع أن له ذلك، لكن الإنسان الحر يقول وأنا أيضا لا أخذ من أوساخه وإن حلت لي لكني لا أفعل. فتراه يعني يحرص على أن يتكسب ولا يعني يترك نفسه عالة على أوساخ الناس، لكن بالنسبة لآل محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يحرم عليه. وآل النبي قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح بنو هاشم وبنو المطلب من أبناء عبد مناف، وبنو المطلب من أقرب الناس إلى بني هاشم. وفي الحديث إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هذا في الفيء ونحوه، ولهذا يعني أخذت الشافعية طرد هذا الأمر في كل شيء، والصحيح إن هذا في الشيء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في قضية الزكاة فهي ممنوعة من آل محمد فقط وهم بنو هاشم، وأما بنو المطلب أبناء عمومتهم فيعني لهم أن يأخذوا من الزكاة لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيهم بنو المطلب، إنما خرج بنو هاشم بالنص لا تحل لمحمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وبنو هاشم إذا احتاجوا وآل محمد لهم من مصارف يعني الفيء، ويأخذ بعضهم من بعض، سيأتي كذا تفصيلا في السنة القادمة إن شاء الله. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، مولى القوم منهم، يعني قال وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم. رجل كان عنده عبد فأعتقه فصار مولا له، يترتب على هذا أحكام سيأتيك أكثرها إن شاء الله في السنة بعد القادمة والتي بعدها إن أحيانا الله تعالى. الفرقة الثانية والفرقة الثالثة تأخذ يعني من أحكامهم المشروع. أخيرا، العبد أيضا لا يجوز صرف الزكاة إلى العبد، لأن مال العبد ملك لسيده، العبد نفسه مال متقوم ولا يملك، فما يأخذه ملك لسيد، فكأنك تعطي سيده وسيده غني. فإذا أعطى أو أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، والعبد إذا احتاج فإن نفقته على سيده. ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضى به دين كتابته أو ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير.
والعبد يجوز أن يستأجر أو أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم، يعني من دفعها لمن ليس من أهلها يأثم. وجه الإثم إن الزكاة واجبة، وإن الإنسان ينبغي أن يتحرى في إخراج زكاته إما بنفسه وإما بغيره، فمن كان مستطيعا أن يتحرى فعل، ومن عجز فأولى له أن يعطي بعض من يشتغل بهذا كأصحاب الجمعيات وممن يأتمن والمعروفين بمثل هذا في المساجد. وإن كان الأولى أن يخرجها بنفسه، لماذا؟ لأنه إذا أخرجها بنفسه فسيتحرى في قراباته، والقرابات أولى. ومن الخطأ البالغ عند كثير من المسلمين أن زكواتهم تخرج بعيدا عن أقاربهم ويعني أرحامهم، ولا شك أن هذا أولى. أولا لأن فيها يعني أجرين، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. ثانيا لأن أقارب الرجل لا يصل إليهم غيره في العادة، فإذا أتيت إلينا في المسجد فنحن نعرف فقراء كثيرين فسنعطي من نعرف، لكننا لا نعرف أقاربك أنت. وكان الأولى أن تنظر أولا قبل أن تأتي بها إلى المسجد، تنظر في أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبنائهم وأزواجهم، ويعني هذه الدائرة التي قد لا يصل إليها غيرك. مع الأسف بعض الناس يعني لا يفكر في أقاربه، وبعضهم لا يعرف أقاربه أيضا، وقد يكون أقارب يعني من الدرجة الأولى كما يقولون نتيجة تقطع الأرحام. ومن مبادئ الاستقامة أن يصل الإنسان رحمه، أن يتعاهد يعني أرحامه بالزيارة والتفقد ويعني البر، وهذا يعني مما لا ينبغي التقصير فيه. ثالثا، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ يعني لازم تخرجها في الأصناف الثمانية؟ واحد عنده 1000 جنيه يقول مثلا هذه نخرجها جزء منها على الفقراء، جزء على المساكين، وجزء على يعني الغارمين، وجزء في سبيل الله، وجزء طيب وبقية يجد عنة، لا يلزم. قال لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني اقتصر على إعطائها للفقراء ولم يذكر وتؤتوها يعني أبناء السبيل وفي سبيل الله ونحو ذلك. ولحديثه أيضا صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله إنما الصدقات للفقراء بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها. إذن من حضر من الأصناف الثمانية أعطيته، إن لم تجد إلا مسكينا أعطيته، لم تجد إلا غارما أعطيته، وجدت هؤلاء جميعا واخترت منهم واحدا ترى أنه بحاجة أكثر أو تريد أن تعطيه لقرابة أو نحو ذلك وقد يستوعب مالك، لا بأس. رجل عليه 20,000 يعني جنيه وهو قريب لك وأنت زكاتك 20,000، يمكن أن تعطيه المبلغ كله بشرط أن يكون الرجل يعني استدان في حاجة يعني شرعية، وأن يكون منضبطا. أما بعض الناس غير منضبط، يستدين وهو يعرف أن الناس سيسددون عنه، في كل سنة يقول للناس والله علي 50,000، على آخر السنة قضيت فيراها سهلة فيذهب فيجدد غرفة الصالون ويجدد المحمول للأولاد ويبيض ما يحس بالأموال. ومع الأسف هذا في زماننا لا أقول كثير لكنه أكثر من الكثير، ودائما مثال هؤلاء الذين يستهينون بهذا نفقاتهم باهظة
وقد يكون الذي يعطيه يعني الصدقات ربما يستخير الله تعالى في إذا وقف يشرب عصيرا ولا شيء، ويكون هذا الذي يأخذ ما عنده شيء، ما عنده إشكال، لا يحس بالأموال. في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر، لأن بعض أهل العلم يمنع هذا، وسيأتيك تفصيله إن شاء الله، لكن الراجح ما ذكروه، يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلد، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي في كل مكان. وأما ما استدل به الآخرون، خذ من تؤخذ من أغنيائهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى إلى فقرائهم، قالوا إذن أغنياء، أجاب أصحاب القول الصحيح إن هؤلاء إن المقصود من أغنياء المسلمين وتعطى إلى فقراء المسلمين سواء في البلدة التي وجبت فيها الزكاة أو في غيره. ولا شك أن إخراج الزكاة في البلدة التي وجب فيها هي الأصل وهو أحسن، لكن بعض البلاد قد لا تجد فيها فقراء، أو تجد يعني فقراء أكثر حاجة في بلدة أخرى، أو يعني لهم قرابة أو نحو ذلك، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. تبقي معنا أظن 5 أسابيع أو 6 أسابيع، فنحن بحاجة إلى أن نأخذ أيضا كتاب الصيام. وفيه مسائل، أولها تعريف الصيام وبيان أركانه. الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، أمسكت عن الكلام. فالصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، أي شيء. وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الصوم الشرعي، الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص مع النية. وأركانه له ركنان أساسية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الشاهد في قولي كلوا واشربوا يعني بالليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، اللي هو بياض النهار وسواد الليل يعني طلوع الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني إلى آخر النهار وبداية الليل. قال والمراد بالخيط الأبيض والأسود بياض النهار وسواد الليل، يعني المقصود من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والثاني النية، تقدم معنا أن النية شرط ولا فرض؟ لأنها خارج العبادة، لكن بعض أهل العلم يجعلها، الأمر في هذا واسع خصوصا في مثل هذا الباب. قال بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. إذن النية لابد منه، إذن الإنسان قد يمسك وقتا معينا لا بقصد الصيام،
يعني رجل الآن استيقظ متأخرا وغير معتاد لأن يفطر، واتفق أنه لم يأكل إلى الغروب، فجاء ساعة المغرب فقال الناس والله نحن كنا صائمين، قال وأنا أيضا صائم معكم، أنا ما أكلت شيء. لا يستويان. الأول قال أنا كنت صائما فهو ينوي هذا، وأما الثاني هو لم يأكل، هو صائم لغة لأنه أمسك لكن ليس صائما شرعا لأنه لم ينوي. وأيضا بالنية تتميز العبادات، قد يكون هذا صام اليوم صوم فريضة قضاء الفريضة التي كانت عليه لما أفطر في رمضان لمرض أو سفر، والثاني قال أنا صائم لأجل كفارة يمين، والثالث قال أنا صائم لأجل كفارة زهار، والرابع قال أنا صائم تطوعا. إذن الصورة أيضا وإن كانت واحدة لكن النية تميز بين العبادات. ودليل هذا الركن إنما الأعمال بالنيات الحديث. ثانيا حكم صيام رمضان ودليل ذلك، فرض الله تعالى صيام رمضان وجعله أحد الأركان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب يعني فرض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد يعني من حضر. ولحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. ولما رواه طلحة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان، قال علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع شيئا، يعني تتطوع شيئا. فهذا أيضا، هذه كلها النصوص تدل على وجوب صوم رمضان وأنه فريضة وركن من الأركان. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد الأركان التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. ما معنى علم من الدين بالضرورة؟ الأشياء التي لا تجهل، أي مسلم لا يجهل أن الله فرض الصلاة والصيام وحرم الزنا والربا، ويعني دعانا إلى يعني مكارم الأخلاق، وهذه معاني معلومة من الدين بالضرورة ما يصح أن يجهلها إنسان، اللهم إلا في ظروف خاصة، كان يكون في بلد ليس فيه مسلمون، أو يكون حديث عهد بإسلام أسلم بالأمس وما أخبر بعد أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب. لكن من نشأ في ديار الإسلام فإنه يعلم بالضرورة هذه الأمور التي عرفت بالمعلوم من الدين بالضرورة، ومنها الصوم والصلاة ونحو ذلك. ولهذا منكر هذه الأشياء كافر، لو أن رجلا أنكر وجوب الصيام هذا مرتد عن الإسلام، أنكر حرمة الزنا هذا مرتد عن الإسلام، قلنا إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو في بلد ليس فيها مسلمون، هذا له وضع خاص. لكن من كان يعيش في ديار الإسلام فهذا لا يتصور الجهل به. لو أن رجلا لا يصلي في بلادنا وقال والله أنا ما عرفت أن الصلاة مهمة، هل تصدقه؟ هذا مكابر. فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، والعلماء يعني ذهنهم مرتب، دائما إذا تكلموا عن شيء وأرادوا أن يذكروا دلالته بدأوا بالكتاب القرآن، ثم ثنوا بالسنة، ثم ثلثوا بالإجماع، كانت المسألة ليس مختلفا فيها وفيها إجماع لأهل العلم، وإذا احتاجوا رابعا أن يذكروا القياس ونحو ذلك. هذا سيمر معك كثيرا في السنوات القادمة إن شاء الله. وأجمع المسلمون على كفر من أنكره، يعني من أنكر فرضية الصيام. ثم ذكر أقسام الصيام: واجب وتطوع. والواجب ثلاثة أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، وصوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع.
أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها، في مواضعها، يعني يأتيك إن شاء الله صوم الكفارات وصوم النذر في السنة الثالثة إن شاء الله، يعني إذا أحياك الله تعالى وأمضيت معنا السنة الأولى السنة الثانية، في الثالثة إن شاء الله في آخر يعني منهج الفقه تأخذ يعني صوم الكفارات والنذر. أما فضل رمضان والحكمة من مشروعيته ففي فضله جاء حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا من النعم العظيمة، الإنسان يعني لا يكف عن الصغائر، وهذه الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مواسم الطاعات، وهذا من كرم الكريم سبحانه وتعالى. الحكمة في مشروعيته ذكر منها تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة، الأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، وهذا كله معروف وظاهر. إذا صام الإنسان ويعني لم يأكل ولم يشرب ضاقت مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويعني خف روحه وصار أحرص على الطاعة وأبعد عن المعصية. ولهذا ينصح بالصوم العزب الذي لا يستطيع الزواج، ولم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء في معنى الوجاء الخصاء. قد يجرب هذا بعض من يحتاج إليه، والشريعة لا تحتاج إلى تجريب، وإنما تحتاج إلى استسلام كامل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في البداية قد يجد أن الصوم لا يؤثر معه، يصبر حتى يدمنه، فإذا أدمن الصوم عرف هذا العلاج الناجع. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، ترغيب في الآخرة ونعيمها، وأن تعرف هذا من نفسك، إذا صمت واقتربت من وقت الإفطار تعرف كيف يعني تتعلق بالآخرة، تستشعر يعني معاني لذة الطاعة والعبادة والأنس بالرب سبحانه وتعالى، ترى أن المعصية بعيدة منك وتنزل الدنيا منزلتها والآخرة. ثالثا، الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، أن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش، إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة، وهذه مذكورة في أماكنها. خامسا، شروط وجوب رمضان يعني الصيام، ذكر منها الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، وهذه تقدمت في غير الصيام، والمسألة نفسها، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالكفر مانع من قبول العبادة عموما، مع أن الكافر مخاطب بالعبادة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدخلوا سقر لا لتكذيبهم فقط، ولأنهم أيضا، وإنما لأنهم لم يكونوا يصلون ولا يعني يزكون، فهب أنهم أرادوا أن يصلوا أو يزكوا لا يقبل منهم حتى يسلموا، لأن الصيام عبادة، العبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، إذا أسلم نظر أمامه وترك ما خلفه، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذلك التوبة تجب ما قبلها،
تهدم ما قبله. ولهذا المسلم الذي قصر في الصلوات والصوم ونحو ذلك إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقضي الصلوات، يقول ظهر مع الظهر وعصر مع العصر، لا يفعل هذا، وإنما الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحسن فيما بقي بالحسنات الماحيات، كثرة النوافل، الصلاة والصوم والصدقات ونحو ذلك. أما أن يطالب بأن يقضي الصلوات التي كان يصليها، رجل ما كان يصلي 20 سنة ما كان يصلي، ما تقبل في غير وقتها، لكن تنفعه التوبة والحسنات الماحيات. وقال بعض أهل العلم بل يقضي ما مضى، والراجح ما قدمناه، تأتيك إن شاء الله المسألة مرة أخرى في وقتها. ثانيا البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم. لكن يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا. إذن لا يجب الصيام على الصبي، صحيح المرفوع عنه التكليف عن الصبي حتى يحتلم، لكن معنى كونه لا يجب لا ينفي أنه يستحب له أن يتدرب على الصوم، وأنه يثاب على هذا كثواب النافلة، لكن شرطه إذا كان مميزا. لماذا؟ لأن المميز المميز يستطيع أن ينوي، مميز يستطيع أن ينوي، لكن غير المميز لا نية له. ولهذا الصبي الصغير يعني في 3 أو 4 أو 5 إذا قال أنا صايم، هل هو يعرف كيف يميز وينوي؟ لا، وإنما يقول أنا صايم ويشرب ويقول أنا صايم لأنه ما يفهم. لكن صاحب السابعة ممكن يميز، والثامنة والتاسعة، هو صبي لا تجب عليه، لكن يعلم أنا صايم لا بد أن أمسك من الفجر إلى الغروب، ولهذا يعني يصح منه الصوم ويكون له نافلة بشرط أن يكون مميزا. وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه، كما كان يأمره بالصلاة يأمره أيضا بالصيام، يعني تدريبا على الطاعة. ثالثا العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، مجنون المجنون يعني كامل العقل، والمعتوه ضعيف العقل الذي أيضا يعني يصل به ضعف عقله إلى أنه لا يميز ولا نية له، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر المجنون حتى يفيق. ومن شروطه الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. يعني المريض إما أن يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. إن كان المريض يرجى برؤه، يرجى له الشفاء، فإنه يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. يعني رجل شاب وصحيح لكن دخل في عملية أو نحو ذلك، فإنه يفطر لمرضه، أو أصابه مرض، أي مرض يمنعه من يعني أو يشق عليه، لكنه سيبرأ بعد هذا فيقضي. لكن من المرضى من لا يرجى بره، كالزمن الرجل العجوز الذي يعني صار مرضه مزمنا، فهذا سيأتي أنه يفطر وليس عنده وقت يقضيه، لأنه لا يرجى له بره، وإنما يكتفي بالإطعام كما سيأتي. وهل الأولى أن يصوم أو يفطر يعني في المريض؟ إن كان المرض يسيرا لا يمنعه صام، وإن كان يشق عليه مشقة بالغة حرم عليه أن يصوم، حتى لو صام يأثم
لأنه يؤذي نفسه، وإن كان يشق لكن مشقة متحملة ينظر في يعني الأصلح له. إن كان ممن لا يعني يعظم الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخص، وقال له الصوم الفطر أفضل، وإن كان يعظم الرخص ويعمل بها لكنه يخشى على نفسه إذا أفطر ألا يتمكن من القضاء. بعض الناس غير متعود على الصيام، يقول أنا لو أفطرت الآن وخدت بالرخصة الله أعلم سأتمكن، أنا ما أعرف الصوم إلا في رمضان. مثل هذا نقول له لا، إذا أمكنك أن يعني تصوم حتى مع المرض المتحمل والسفر، لأن هذا في مغامرة عند القضاء، فهذا يرجع على حسب حال، وسيأتي تفصيلها وترتيبها إن شاء الله إما هذه السنة إذا جاءت، وإلا في السنة القادمة إن شاء الله. الإقامة، الإقامة يعني غير السفر، فلا يجب الصوم على المسافر ومن كان مريضا أو على سفر، فلو صام المسافر صح صيامه. قريب من البحث في البحث الماضي في الصحة، يعني اعتبار الرخصة، اعتبار يعني التحمل والقوة، ويعني اعتبار أيضا سهولة القضاء ونحو ذلك. فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر، يعني وإن لم يصم وأفطر فإنه يقضي. نعم. سادسا الخلو من الحيض والنفاس، هذا من الشروط، ألا تكون حائضا، هذا خاص بالمرأة، ولا نفساء، وتقدم معنا دراسة البابين. لا يجب عليهما الصيام بل يحرم، يحرم عليهما على الحائض والنفساء. للحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، يعني من نقصان دين المرأة أنها تمتنع عن الصلاة وعن الصوم ربما نحو ربع عمرها أو يعني قريب، كان يأتيها الحيض أسبوعا في الشهر، بعض النساء أكثر من هذا بعضهن أقل، إذن شطر من عمرها لا تصلي، وهذا من نقصان دينها، وهذا ليس عيبا فيها، وإنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكنه نقص في الدين مقارنة بالرجل، ونقص عقلها أنها على النصف من شهادة الرجل. ومن الذي قدر لها هذا؟ الحكيم العليم، الإله الخبير. ولهذا المرأة لا تجد خصومة مع الرجل، لأنها تعرف أن هذا يعني مما قدره الله عز وجل عليه، وأن الأصل أن النساء شقائق الرجال، وأن التفاضل بالتقوى، فلا تنشغل بهذا. أما الفارغة التافهة التي لا دين عندها فإنها تترك يعني القضايا الرئيسة وتذهب إلى يعني التهارش والتهاوش والتناوش بين الرجل والمرأة لمجرد أنها امرأة وأنه رجل. لا شك أن هذا مسلك لا يوافق العقل فضلا عن الشرع. ويجب القضاء عليهما، يعني أيام الصوم التي تفطرها الحائض والنفساء، لقول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة ظاهرة، لأن قضاء الصوم، الصوم مرة في السنة يعني شهر في السنة، وبقية الأشهر لا صوم فيها، فيسهل يعني قضاؤها. وأما الصلاة فتتكرر كل يوم، ومع هذا لم تشأ عائشة أن تخبر بهذه الحكمة الظاهرة، لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كان يمكن أن تقول هذا، تقول لأن الصلاة تتكرر يوميا فيشق قضاؤها، وأما الصوم فهو شهر في السنة فلا يشق قضاؤه. هل هذا الجواب يعجز عائشة رضي الله عنها؟ ما يعجزها، لكن تريد أن تؤصل مبدأ، وهو مبدأ التسليم لحكمة الله عز وجل، وعدم اعتياد مناقشة الشارع
لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. خشيت عائشة من السائلة أن تكون ممن يقول لا بد أن أعرض كل شيء على عقلي ولا بد أن يعني أدخل في كل شيء، ولهذا قالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج اللي عندهم تنطع وتشدد. قالت إنما أسأل. قالت كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. انظر للتسليم، نؤمر يعني نحن عبيد، نؤمر. أمرنا الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي حائض الصوم إذا أفطرت لحيضها، وكذا النفساء، وألا تقضي الصلاة، فنحن نلتزم ما أمرنا الله. لو أن الناس يسلكون هذا المسلك الذي ربتنا عليه أمنا عائشة رضي الله عنها لاستراحوا، وعرف كل إنسان حده ولزم يعني ما أمره الله عز وجل به، ولم تكن هذه يعني الاجتهادات التي ربما تصيب الإنسان بانتهاكات يعني الشريعة، كما يفعل كثير من النخبة الذين يسمون أنفسهم كذلك ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون فيما لا يحسنون ويناقشون من معاني الديانة والشريعة ما لا يحسنون فهمه أصلا، ولهذا يأتون بالعجائب مما يعني يضحك منهم العقلاء. سادسا، كيف يثبت شهر رمضان؟ يثبت برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، يعني إما أن تراه بنفسك وإما أن يشهد عندك غيرك أنه رآه، أو يشهد عند الجهات المسؤول، هو كل واحد سيأتيك أنت، وإنما سيخبر ويصل الأمر للمفتي والمفتي يخرج ويقول والله رؤية هلال رمضان فنحن نصوم غدا، رؤية هلال شوال فنحن نفطر غدا. يجتمع عند المفتي يعني من رأى ذلك فيخبره، وإن لم يأتي أحد ولم يرى أحد حينئذ نتم عدة الشهر 30. يقول فإن شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وللحديث إذا رأيتموه فصوموا يعني الهلال، ولحديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيام. حديث ابن عمر هذا فيه إشارة إلى أن الواحد يكفي، مع أن الأصل اثنان، لكن في خصوص رمضان قال ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه، فعمل في دخول رمضان برؤية واحد، لكن طبعا لابد أن يكون واحدا عدلا وأن يكون مميزا وخبيرا يعرف أن هذا هو الهلال. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، يعني إما رؤية بالعين وإما إتمام الشهر 30، لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي أو غم أو غبي والمعنى واحد عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقوله ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين إشارة منهم يعني من المؤلفين إلى عدم العمل بالحسابات الفلكية، وهذا هو الراجح هو جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم أننا متعبدون بالرؤية وليس بالحسابات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وأشار بيديه مرتين، وفي الثالثة يعني أمسك إصبعه، يعني إما أن يكون الشهر 30 وإما أن يكون الشهر 29. أما أن نحسبها من الآن نقول رمضان إن شاء الله في القرن 25 سوف يكون يعني تاما أو ناقصا، هذا مما لم نتعبد به،
خصوصا والشريعة جاءت لعموم الناس لعالمهم ويعني أميهم وقارئهم، وبالتالي نحن لا نتعبد بالرؤية. إذا رأوا الرؤية لكن لا يلزموننا بها، وإنما نحن ملزمون بما نرى. خرج الناس فترأوا الهلال، رآه ولو واحد عدل صامت الدنيا كلها على الصحيح. لم يرى أتممنا عدة شعبان 30، وكذلك في غيره من الشهور. ويثبت انقضاء رمضان، طبعا هذه مسألة فيها زيول وبحوث تأتيك إن شاء الله في السنة القادمة، يعني قول الجمهور لكن عموما الذي تأخذه الآن بغض النظر، يعني من أهم ما تأخذه الآن أن العمل بالرؤية، وأن يعني الرؤية هل تلزم لكل بلاد المسلمين أو أن لكل بلد رؤيتها. قول الجمهور أنه إذا رؤي في بلد لزم يعني المسلمين جميعا أن يصوموا، لأن الحديث في خطاب للمسلمين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الذي تحتاجه الآن أن الإنسان يمشي مع بلده ولا يخالف بلده بغض النظر عن الرأي. الذي الصوم يوم يصوم الناس، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، لأنه لا يصح أن يختلف الناس بعضهم على بعض في البلدة الواحدة. فإذا خرج المفتي وقال يعني غدا رمضان فنحن معه، ولا نقول نحن مع السعودية مثلا أو مع يعني بلدة كذا أو كذا، لأن من مقاصد الشريعة اجتماع الناس. فإذا أمكن اجتماع المسلمين جميعا فهذا هو الأصل في الدنيا كلها، وإذا لم يمكن فلا أقل من أن يجتمع أهل البلدة الواحدة. فلا يصح أن بعض الناس يفطر دون بقية يعني البلدة، أو يصوم وحده دون بقية البلدة. تأتيك إن شاء الله يعني هذه الأقوال مفصلة. قال ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين. في دخول شوال أو الخروج من رمضان نرجع إلى الأصل رؤية اثنين، بينما في دخول رمضان يكفي واحد لحديث ابن عمر، أما الخروج من رمضان إلى شوال فيحتاج إلى شهادة مسلمين عدلين. فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما، يعني كما فعل. أحيانا يسافر الإنسان من بلد إلى بلد فهو مع البلد الذي سافر إليه، يعني لو خرج الآن بعد يعني خلينا نقول لو أن رجلا خرج من مصر مثلا وقد صام معنا متأخرا عن السعودي، هم صاموا الاثنين ونحن صمنا الثلاثاء، وبالتالي هم صاموا قبلنا بيوم، فخرج ومضى عمرته أو رحلته أو سفرته وهو يصوم مع تلك البلدة الأخرى فلم يتم الشهر عنده، هيكون صام 28 يوم وأصبحوا معيدين، ماذا يفعل؟ والشهر لا يكون 28، الشهر إلا يكون 30 أو يكون 29، وصاحبنا صام 28 ولسه في بلده لهم يوم، والجماعة هنا عيدوا، يعيد معه لأنه لا يخالفه، ثم يقضي يعني ذلك اليوم. طب العكس، هو صام في مصر أولا ثم سافر هناك تأخروا، وعلى اليوم 30 أصبحوا هم يكملون، الصوم لن يكون 31، مش كده ولا إيه؟ إن أفطر وحده لكن لا يخبر الناس ولا يعني يجهر بهذا. في بعض المسائل في الصوم يعني مهمة جدا، وأظن أنها ليست هنا. بعض البلاد النهار فيها طويل جدا أو الليل أو العكس، بل بعض البلاد 6 أشهر، الدول الإسكندنافية 6 أشهر نهار على طول الشمس طالعة،
هذا عشان يصوم رمضان محتاج يبقى 6 أشهر حتى تغيب الشمس، فماذا يفعل؟ يقدر قدره. إن كان في بلدة قريبة يصوم معها على توقيتها فعل، وإلا قدر. يعني من أين أخذ العلماء فاقدروا له قدره؟ من حديث الدجال أنه يمكث سنة، يمكث يوما كشهر، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامي كأيامكم. قالوا يا رسول الله فهذا اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ قال اقدروا له. يبقى أنت تنتظر في أقرب البلاد عندك تقول والله يفطروا يصومون يمسكون من الساعة 5 إلى الساعة مثلا 6، 13 ساعة مثلا، ونحن نفعل مثله، وإلا الشمس دائما تطلع. هناك بعض الأشياء التي يحتاج الإنسان إلى أن يضبطها من النوازل التي يعني ربما لم تكن معهودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الشريعة علاج لها كهذا الذي ذكرناه. طيب، وقت النية في الصوم وحكمها. يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى لحديث إنما الأعمال بالنيات، وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء، يعني قضاء رمضان والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا بالنسبة لصوم الفريضة لابد أن تنويه قبل الفجر. أما صوم النافلة كأيامنا هذه يمكن أن تنويه متأخرا إلى الظهر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى البيت فيقول هل عندكم طعام؟ فيقولون لا، فيقول إني إذن صائم بشرط أن يكون ما أفطر. فأنت قد تستيقظ في الصباح ويبدو لك أن تصوم ولم تنوي، انوي الآن، لكن لا شك الذي نوى من الأول أجره أعظم. نعم، لكن أمر النافلة واسع في تأخير النية بشرط أن يكون لم يفطر. أما أمر الفريضة فليس بهذا الوسع، لا بد أن يبيت الصيام من الليل يعني قبل الفجر. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع فيجوز بنية من النهار. نعم، ذكر الحديث إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، من أكل أو شرب، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب. حديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا، قال فإني إذن صائم. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليل، هذا لا خلاف فيه، لا بد أن تنوي رمضان من نية الليل. إنما الخلاف في هل تكفي نية واحدة للشهر أم تحتاج إلى 30 نية لثلاثين يوما. قال وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم، وهذا الصحيح أن تكفي نية واحدة، لأن الإنسان إذا دخل عليه رمضان فنيته في الحقيقة أن يصوم الشهر كله، فالنية متجددة حاضرة، وإلا قد ينام بالليل على أن يقوم ليتسحر فلا يستيقظ إلا بعد الفجر يقول ما نويت، لا، النية موجودة مستصحبة من أول الشهر، والمسلمون جميعا إذا اقترب رمضان يحدثون نفسهم بنية صومه كله، فهذا تكفي فيه نية واحدة للشهر كله. وليس معنى هذا أن النية غير موجودة بقية الشهر، وإنما النية موجودة لكنها يعني تتجدد بالضرورة، لأنه لا ينوي أبدا أن يفطر في رمضان. نقف هنا، إن كنتم تعبتم الحمد لله احنا أخذنا قدرا لا بأس به ندرك معه المنهج، ولعلها فرصة للنظر في بعض الأسئلة. له أقارب فقراء لكنهم قائمون على معاصي مثل السجائر والمعازف، فهل هم أولى بالزكاة أم غير الأقارب؟ نعم، هؤلاء أولى بالزكاة، كونه يعني يسمع الأغاني أو يفعل بعض المعاصي لعل الإحسان إليه مدعاة إلى التوبة.
حكم من أنكر النقاب؟ خلينا في الموضوع الأول. طيب ما دام قلنا حكم من أنكر النقاب إذا تبين له أو لها أن النقاب من يعني الشريعة التي يعني شرعها الله عز وجل، وأن نساء المؤمنات وأمهاتهن وكنا منتقبات، فهذا يعني أمر خطير لأنه اعتراض على الشارع. أما إذا كان قصده بالإنكار أنه لا يرى وجوبه وأن الحجاب فقط هو الكافي، فهذا أمر في واسع، لأن النقاب دائر بين الفضيلة وبين الفريضة. المهم ألا ينكره، بمعنى ألا يعني يقول إنه عادة. الذي يقول إنه عادة وربما عادة يعني فرعونية ونحو ذلك، لا شك أن هذا جاهل لا يحسن. بنى أحدهم مسجدا في بيته وليس معه ما يكفي لبناء المنزل، فلو أعطيناه مالا لمنزله من أموال الزكاة. يعني يقول هو عكس، يقول هو بنى المسجد من ماله، فهل نعطيه مال الزكاة لبناء بيته؟ الظاهر أن هذا إذا بنى المسجد من بناء من ماله أنه يعني غني. من الذي يبني مسجدا ولا يبني بيتا؟ هذا إن كان هكذا فقد أخطأ في بناء المسجد من بيت. إن كان فقيرا كان يلزمه أن يكن أولاده أولا. الدنيا هتشتي أسئلة، احنا قلنا بعض الأسئلة كانوا ثلاثة أربعة. هل يتعارض عدم أداء الزكاة للقوي القادر على الكسب مع الحديث الذي يقول فيه ولو جاء على صهوة جواده؟ هو الثاني لم يصح، الحديث الثاني، لكن الأصل أن الزكاة تؤدى لا تؤدى للقوي، وإنما الثاني ما كان يقصد الزكاة للسائل حق، يعني هذا حق السائل حق عام، على أن في الحديث ضعفا. طيب أنا أستأذنكم ودام كثرت الأسئلة لأجل أن تدعو ساعة الإجابة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.